شغلا في خطر هدا هدا شغلا في خطر هدا هدا شغلا في خطر هدا هدا شغلا في خطر هدا الناس في خطر هدا هدا الناس في خطر هدا هدا. احنا خدامين في هذه المؤسسه خدام معنا فونكسيون صوار خدامين وعلى قضيه هذا الكوفيد هذا الناس كاع استافدوا شركه الوساطه حنا ما استفدناش ومع العلم ان عندنا الحق من الاستفاده هاد الناس هادو منين تندى قال لك لا راه الشركه هي المسؤوله ان من قلبنا لقينا هذه الشركه انها ماشي اجريف سياحه ومخدمه حنا في السياحه مشينا عند هذوك الناس صيفطنا بعض الاخوان مشاو للسياج عندهم في كازا بقينا تنبحثوا تلقيناها مع العلم حنا ما عرفناهاش تنسينو كونطرا هنا في لوطيل تيعطيوها لنا تنمشي تنقال لهم تنجيبوها لهم اي ورقه تنشدوها من لوطيل ملي مشينا عند هذوك الناس قال لك ما بغيتش يستقبلونا وماشي يستقبلوا الاخوان ملي دار قلبنا لقينا ان هذوك الناس خدامين في السيكوريتي ومع العلم ان خدامين حنا هنا في الدومين ديال السياحه وعندنا فونكسيون ديال الصوار كاين لي فونكسيون ديال الريستوراسيون كاين لي باجاجيست كاين لي ريسيبسيونيست منين كاع تنديرو تنسولو قال لك لا حنا راه دفعنا ريكلامينا قال لك لا راه ما الدوسي ما تقبلش لنا مع العلم لان هما ماشي اجري يعني اصلا ما ريكلاما وما داروا حتى شي حاجه وتنتمنوا من هاد الناس هادو يكون شي حل ديال الوسط ولا يعطيونا هذا الحق هذا حق عطاه لنا سيدنا يعني ما عطاه لناش حتى شي واحد ما بعطاش لنا المؤسسه ما بعطاش لنا الشركه حنا وطرقنا جميع البيبان لا مندوبية السياحه لا مفتي الشغل لا الولايه لا رئيس المنطقه هنا كاع كلهم درنا الشكايات وهذاك الشيء عندنا بالوثائق عندنا وثائق تدل على ان خدامين حنا مع هاد الناس هادو لا كاين اللي عنده الاتيستاسيون كاين اللي عنده لي بيلتان دو بي كاين اللي عنده لي كونترا وتنتمنوا ان الصوت ديالنا يوصل للناس والناس المسؤولين وهذاك الشيء ويكون شي حل في اقرب وقت لان الناس متضررين راه عام وهذاك الشيء كاين اللي ما خدامش كاين اللي كاري كاين اللي عنده وليدات كاين اللي عنده والدين وهذا ما كان وتنتمنى من الله الخير لينا والاخوان ديالنا. المشكل اللي عندنا حنا هو حنا كنشتغلوا مع واحد الشركه في القطاع السياحي شركه وساطه سبق لنا اننا استفدنا من الدعم الاول جوج ثلاثه واربعه وخمسه وسته من بعد شركه الوساطه خرج لهم الدعم من شهر 10 حتى لشهر 3 ولكن حنا كنتفاجئوا ان الشركه اللي تابعين لها ما صرحتش بينا من بعد البحث لقينا ان الشركه لا تتوفر على رخصه في العمل بالقطاع السياحي وحنا كنتوفر على جميع الشروط من اجل الاستفاده وكنتمناو ان الجهات المسؤوله تدخل انصافنا واعطاء الحق ديالنا فتعويض حق مشروع اللي عطاه لنا سيدنا الله ينصرو وحنا درنا مجموعه من الوقفات هنايا ولكن حتى شي واحد ما بيهضر معنا مشاو الناس للشركه صيفطناهم للشركه باش يهضروا معاها ولكن ما السيده اللي تما باش تستقبلهم ما باش تهضر معاهم ما عطاتهمش الوقت فاحنا في الاول من بعد ما تفتحت البوابه جينا كنسولو قال لنا انكم غادي تستافدوا انتم كتوفروا على جميع الشروط في الاخير تيقول لنا لوتيل انه ما عنده حتى شي ما كانش عنده علم بان الشركه لا تتوفر على هذه الرخصه للعمل بالقطاع السياحي لذلك احنا كنتمناو وحنا كنعيشوا في واحد الظرفيه صعبه في الصراحه فجميع الشركات استافدوا حنا بقينا في هذا المشكل هذا ما عرفناش شنو الحل الحقيقه وكنتمناو ان شاء الله يكون خير فاحنا صراحه تضررنا بزاف من هذه الجائحه هذه وفاش خرج لنا الدعم ما استفدناش منه وشكرا. حنا متضررين ومن نهار قصنا من اللوتين ما لقينا باقي حتى شي خدمه وكاع اللوتيلات استفدوا وكاع الرياضات استفدوا الا حنايا ما استفدنا ما عوضوا لنا حتى ديك الخدمه اللي كنا خدمنا وبغينا حتى حنا التعويض والغالب الله راه هادشي اللي كاين شحال هادي ما تعودناش من شهر 7 ما تعودناش ولكن ملي خرج الملك بانه يمكن لنا حنا نتعوضوا من شهر 10 يعني الاغلبيه التعويضات الا حنايا حنا دوك حنا بغينا غير التعويض ديال الكوفيد تي ديال اللي مخرج لنا الملك النصر الله.